دلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم مع الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. ومن هذه الاخبار انتهاء الامتحانات النظريه لطلاب الدبلومات الفنيه، وايضا النهارده كمان في مباراه هامه جدا لمنتخب مصر هيلعب امام اثيوبيا في الجوله الثانيه لتصفيات كاس الامم الافريقيه. اخبار تانيه كتير هنعرفها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة انتهاء الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، وكمان المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهيتم استكمال الامتحانات العملي وفق الجداول المعلنة. النهاردة هيعقد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية جلسته العامة في مركز لوغوس الباباوي بدير الأنبا بشوي العامر بوادي النطرون، وهيرأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. النهاردة الفرقة القومية العربية للموسيقى هتنظم حفل الساعة 8 بالليل على مسرح الجمهورية، وهيتضمن مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة لكبار الملحنين زي الموجي وبليغ حمدي والصنباطي. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة مهمة الساعة 6 بالليل، واللي بتجمع ما بين منتخب مصر ومنتخب إثيوبيا في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.